حدثت عندنا في قرية مجاورة عندنا في بلدنا. رجل عنده أرض، شوف شوف شو العقوق، جمعها أيضا بالطول بالعرض. وبعدين ابنه الكبير في يوم من الأيام قال له: يابا أنا تعبان معاك وكذا، وأنا اللي شقيت معاك أكثر من إخواني، فأنا أريد أنك أنت تعطيني شيء. قال له: يا ابني أنا ما أقدر أعطيك شيء أصلا، هذا حقك وحق إخوانك، وأنا مش عاوز أدير الطين بلة، الله أعلم جبته منين، كفاية المصيبة اللي وقعت فيها، ما أريد أن أنا أختمها بالطين، أكتب لك يدي وخذك، لك أنت وحالك حال إخوانك وربنا يعفو عني. ومات الرجل. الولد عمل إيه؟ راح جاب له ختامة وحفر القبر على أبيه في نفس الليلة التي مات فيها، ومعاه عقد بيع، وفتح القبر بالليل يا إخواني، ودخل القبر على أبيه وأخذ بيد أبيه ليبصمه، يعمل له بصمة على العقد. شوف الشتران فين؟ علشان يبقى العقد بيع، هو ماسك يد أبوه كده علشان يبصمها، بينما قبل أن يصل صابع أبوه الميت إلى الحبارة هذه الختامة، قبض الله روحه، قبض الله روحه. الناس ما حد عرف. صباح الناس مرن على المقابر، وجد القبر بتاع الحاج فلان ده مفتوح حقيقة. يا جماعة الناس مروا طبعا القبر مفتوح لسه، ما تكون أمس قالك لعله ذيب دخل عليه ولا شيء ولا ولا ولا. فالناس فحشوا باب القبر ودخلوا، إذ بهم يجدون أن ابنه الأكبر نائم بجواره وممسك بيده، قبض روح الموت ومسك يد أبيه ومعه الختام ومعه العقد، يريد أن يجعل أباه يبيع له الأرض وقد مات. فالجماعة قالوا هذه ثمرة المعصية، لأن الولد ده ولد ليس في خير وليس في قلب رحمة، لأنه ربي بالحرام. أنت عاوز ابنك يكرمك؟ أطعمه حلالا. عاوز ابنك يكرمك؟ أطعمه حلال. تطعمه حرام حيضرك، أول واحد يعتدي عليه هو أنت. ولذلك اطعم ولدك حلال يبارك الله لك فيه. تحرى. ولذلك كان السلف يقولون لأولادهم هكذا: يا ولدي تخيرت لك أما صالحة وما أطعمتك حراما يوما من أيام عمري. طبعا الحرام مش معناه أنك أنت بتسرق، لا، ممكن تستغل الصلاحيات، ممكن تعمل لك فيلم كده عشان تكسب أموال الناس. انتبه انتبه، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. تمن سواني رب الوجود ومبدعا.